الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين، السيد مدير مهرجان سيد عثمان السينما وراء الكتب، السيد كاتب عام عملة انقطاع عثمان رشيد، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رجال السلطة، السادة المنتخبين، السيدات والسادة الفنانات والفنانين، رجال السينما والمسرح، رجال الثقافة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الدورة الثامنة لمهرجاننا السينمائي. وأريد في هذه الكلمة المرتجلة اللي ما كانتش مبرمجة طلبها مني سمشور، أريد أولا وقبل كل شيء أن أعبر عن سعادتي بوجودي بينكم في هذه الأمسية المباركة، وهي مناسبة بطبيعة الحال لأن نخرج من ضغط يومي العمل، ولكن أيضا مناسبة نلتقي برجال فن، رجال مسرح، رجال ونساء سينما، مثقفين ومثقفات، ومناسبة أيضا لنسمو بأفكارنا وبأرواحنا إلى درجات أعلى. فأريد أن أؤكد على هذا الشعور بالارتياح والسعادة والسرور لتواجدي بينكم. مسألة ثانية، أريد أن أشد بحرارة على يد المنظمين والمنظمات وكل من بصفة أو بأخرى ساهم ويساهم في تنظيم هذه الدورة للمهرجان. بحكم تجربتي الخاصة وبحكم مجاورتي العدد من الفنانين والفنانات، منهم اللي هما اليوم في دار البقاء، ومنهم اللي لا زال يجدر للأسف خيبات هذا، أعرف وأعلم بأنه ليس من السهل تنظيم أي لقاء من هذا المستوى من هذا النوع. أعرف بأنه لا يمكن في ظروفنا الحالية تنظيم ملتقيات من هذا المستوى إلا بتضحية، تضحية طرف أو أطراف. وكانت لي مناسبة في لقاءات متعددة مع السيد مدير المهرجان، وكانت مناسبة للوقوف على المشاكل التي تطرح والضرورة ديال الاشتغال من أجل إيجاد يد العون لدى مختلف الأطراف. فشكرا لكم على تضحياتكم، شكرا لكم على عملكم، شكرا لكم على مساهمتكم في تمكين هذا المهرجان باش يعيش اليوم الدورة الثامنة ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.